جدد رئيس حكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الأربعاء دعم حكومته لمقترح حكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء المغربي، معتبرا أنه هو المقترح الواقعي والصلب الأكثر واقعية، وذلك خلال كلمة له في البرلمان الذي حل به لتوضيح طبيعة الاتفاق مع المغرب وأسباب تغيير الموقف من قضية الصحراء. وأضاف سانشيز ردا على أسئلة أحزاب المعارضة التي طلبت بتوضيحات حول الزيارة الأخيرة للمغرب وما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين، أن الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية هو موقف الدولة، وعلى جميع الأطراف الأخرى في إسبانيا أن تتحول نحو هذا الموقف. وأوضح سانشيز في هذا السياق أن أكثر من 4 عقود من الصراع في الصحراء هو دليل على أننا يجب أن نغير مواقفنا، في تلميح إلى أن المواقف الإسبانية السابقة من قضية الصحراء لم تؤدي إلى أي نتيجة، بل ساهمت فقط في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن إسبانيا من مصلحتها حل هذا النزاع وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية لحل هذا المشكل، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة. وأضاف سانشيز بأن هذا الموقف الإسباني لا يعني تجاهل ما أسماه بالشعب الصحراوي، بل كل ما في الأمر نعتقد أننا وضعنا النقاش حيث نعتقد، معربا عن أمله في حل سياسي مقبول من الطرفين تحت طاولة الأمم المتحدة. وانتقل سانشيز إلى الإشادة بالاتفاق المبرم مع المغرب، حيث قال بأن نتائج الاتفاق الإيجابية بدأت تظهر وتتمثل في عودة الروابط والعلاقات بين المجموعات المغربية الإسبانية، إضافة إلى فتح معبر سبسه ومليليا بشكل تدريجي في وجه الأشخاص والبضائع، والعمل على الوصول إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. وأشار رئيس حكومة الإسبانية في هذا الصدد بأن البلدين الجارين يحضران لتنظيم اجتماع رفيع المستوى قبل نهاية العام الجاري من أجل استكمال خريطة طريق العلاقات الثنائية، معتبرا أن العلاقات مع المغرب الآن تتميز بالشفافية والتواصل الدائم بين الطرفين مع وجود قنوات الاتصال لتوضيح أي سوء تفاهم بين البلدين. وبخصوص قضية سبسه وملية المحتلتين، قال بيدرو سانشيز بأن إسبانيا لا تقبل الحديث عن كونهما أراضي محتلة بل هما أراضي إسبانية، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر خلال زيارته إلى المغرب في أبريل الماضي ولقائه بالملك المغربي محمد السادس. وأضاف سانشيز بأن المدينتين الواقعتين في شمال المغرب لا يمكنهما أن يمضيا قدما في حالة عدم وجود استقرار وتهديد دائم، ولهذا تم الاتفاق مع المغرب على استئناف حركة العبور بشكل تدريجي سواء لعبور الأشخاص أو البضائع. وبخصوص عبور البضائع عبر معبر سبسه ومليليا، قال سانشيز بأن إسبانيا والمغرب يتفقان على إيجاد صيغة لتنظيم عبور البضائع في إطار احترام القوانين الجمركية الدولية المعمول بها بشأن عبور البضائع عبر الحدود. وختم سانشيز مداخلته بالقول بأن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسبانيا هو أمر ملائم لكلا البلدين خاصة للشركات والعائلات، مشددا على أنه سيفعل كل ما يخدم المصالح العليا لبلده. نشكركم على حسن المتابعة.